هيا يا رفيق الدرب هيا نسلك النهج السوية في سبيل الله نمضي نقتفي فيه النبي نبعث الحب أريجا فائح العطر شذيا نملأ الآفاق نورا وبهاء سرمديا يا رفيق الدرب هيا نسلك النهج السوية في سبيل الله نمضي نقتفي فيه النبي نبعث يا نساء المؤمنين إن الله أدبكن فأحسن تأديبكن ورباكن فأحسن تربيتكن إن الله تعالى وعد المحسنات منكن أجرا عظيما ووعد العباد بأنه لا يضيع عمل عامل ذكر أو أنثى على أيديكن تتربى الأجيال فأوصيكن بتقوى الله عز وجل التي هي سبب الهداء سبب التوفيق لكل خير في الدين والدنيا والآخرة وأوصيكن أن تتقين الله في محارم الله وأن تحاول الواحدة جل أمرها أن تحرص كل الحرص عن البعد عن الفتن والمحن فرأس المال في هذه الدنيا هو الدين فلا تعرضن أنفسكن لمحارم الله جل وعلا ولتحاول كل واحدة أن تكون صادقة مع الله عز وجل في تربية الأبناء والبنات إن صلاح الأم صلاح للمجتمع وقد كان ولكنا في السلف الصالح من نساء النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة لكنا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم تلك النماذج الطاهرة أوصيكن بقراءة سيرة السلف بقراءة سيرة الصالحات الطاهرات اللاتي عمرن الكون بطاعة الله جل وعلا وبإخراج الرجال الصادقين في طاعتهم ومحبتهم لله جل وعلا إن صلاح الأم صلاح للأمة ولذلك كم وجدنا من العلماء العاملين والرجال الصادقين الصالحين من كان سبب صلاحه أمه من كان السبب في صلاحه أمه حتى قالت أم سفيان الثوري رحمه الله قولتها المشهورة يا بني أطلب العلم أكفك بمغزلي فلذلك أختي المسلمة احتسبي عند الله تربية الأجيال على طاعة الله ومحبة الله وأوصيكن بالأزواج خيرا الأمر أن تكون الواحدة على قدر استطاعتها معينة لزوجها على محبة الله ومرضات الله فكم من نساء صالحات طاهرات كن سببا في صلاح الأزواج وكم من نساء صالحات طاهرات ثبت الله بهن القلوب على الهداية أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى أم المؤمنين خديجة ذعرا مرعوبا مرهوبا فقال لها لقد خشيت على نفسي فمن الذي ثبته بعد الله من الذي قال له تلك الكلمات الطيبات إنها تلك المرأة الصالحة التي عرفت ربها واتقت الله في فعلها فقالت له المقالة الصادقة كلا والله لا يخزيك الله وأحذركم من تلك النماذج السيئة من تلك القدوة السيئة التي بليت بها الأمة في هذا العصر الله الله أن ترغبن عن تلك الصالحات الطاهرات وأن تستبدلن بسيرهن العطرة ومواقفهن النظرة بسير الناجنات الداعرات الله الله أن تؤثر عليكن الكثرة الداعية إلى محارم الله البسي جلبابك واحفظي حيائك واتق الله عز وجل في ليلك ونهارك واعلمي أن جمالك في الحجاب الذي به استترت وبالقلب الذي تضمينه بين جنبيك ليس الجمال جمال الصورة بمثل جمال القلوب بمثل جمال القلوب التي هي محط نظر الرحمن ومحط رحمته وصلواته ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم
ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. كم نحن بحاجة إلى تلك النماذج الطاهرة الطيبة الصالحة التي تذكر بالنساء الصالحات وتجدد لنا المآثر الكريمة من سيرة سلفنا الصالح. فائح العطر شديا نملأ الآفاق نورا وبهاء سرمديا.